في معرض رده على سؤال شفوي حول مآل ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سيد محمد بن عبد القادر إن ميثاق المرافق العمومية يعد مشروعا مهيكلا في إصلاح الإدارة العمومية. السيد بن عبد القادر أبرز أن الخطوات التي شرعت الحكومة في إنجازها تشمل على الخصوص تفعيل جميع الأحكام الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة التي يتعين ترتيبها وتجميعها في ميثاق للمرافق العمومية. المسؤول الحكومي أضاف أن البرنامج الحكومي أولى أهمية خاصة لإصلاح الحكمة العمومية والارتقاء بمنظومتها التدبيرية عبر الالتزام بدعم القيم والمبادئ العامة التي يتعين أن يستند إليها سير المرافق العامة، في مقدمتها ضمان المساواة ودعم الشفافية والمساءلة والنزاهة والحياد والاستمرارية والإنصات للمرتفق. وتتمثل أهم مضامين هذا الميثاق حسب الوزير في تحديد مبادئ الحكمة الجيدة الواجب الالتزام بها والمتمثلة أساساً في سيادة القانون والمساواة والاستمرارية في أداء الخدمات والملائمة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والشفافية والمسؤولية والمحاسبة والنزاهة والانفتاح وتأطير العلاقة مع المرتفقين على أساس أن تكون قائمة على الانفتاح والتواصل والشفافية وتيسير الولوج إلى المرافق العمومية. السيد بن عبد القادر أشار إلى أن ما تضمنته هذه الأرضية من مقترحات في إعداد صيغة أولية للمشروع يوجد الآن في طور مشاورات واسعة مع القطاعات الوزارية المعنية، مضيفا أنه سيتم عرض مشروع الميثاق على مسطرة مصادقة بمجرد التوافق على صيغته النهائية.